هاي صبايا، أنا سارة. اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو محضرت لكم فكرة ولا أحلى، ممكن تعتبر وجبة سحور، ممكن تعتبر وجبة سناك بين الإفطار والسحور، وممكن حتى تعتبريها وجبة إفطار إذا ما كان جعبالك تاكل كتير. عزيزاتي اليوم وجبتنا مكوناتها خفيفة وظريفة وبتخليكي تشعري بالشبع. خلينا نتعرف على المكونات مع بعض. اول شيء رح نستخدم الشوفان، وهذا الشوفان بدون جلوتان. يعني انا فضل ما بستخدم الشوفان ابدا، بس هذا لقيته بدون جلوتان لذلك كثير عجبني. حبات فريز رح يلزمنا، حبات اناناس، حبات موز، ولبن. اللبن هذا كثير مفيد لحتى يغذي البكتيريا المفيده بالامعاء، لذلك كثير حلو انه ناخذ منه، وهو خياري وليس اجباري. عندنا حليب اللوز، حليب اللوز، حليب الجوز، حليب البندق، حليب الصويا، الحليب او حليب عادي، الشيء اللي بدك اياه. بالنسبه لعصير السبانخ، عصير السبانخ حتكون مكوناته سبانخ، تفاح، كيوي، اناناس. الكيوي والاناناس خياري، انا كثير بعمله بس تفاح وسبانخ. وطبعا رح ضيف له كمان حليب اللوز. عزيزاتي هدول الفواكه كلها اختيارية، يعني ما في شيء إجباري إلا ما بدك تحطي من هاي، غير الموزة بقلب الشوفان لحتى يعطيه الطعم الحلو. أنا حضيف على هدول الفواكه التوت، رح فرجيكم يا حبات التوت بهاي الطريقة، قرفة وجوز الهند. الفواكه مثل ما خبرتكم هي اختيارية وليست إجبارية. بأكلة الشوفان فيكي تستعملي الموز والفريز أو الموز والتفاح حتى، لكن الموز ضروري لحتى نحطه بقلب الشوفان ويعطيه الطعم الحلو. اختياري أيضا، حلقتينا بالاختياري، وهذا كمان سكر طبيعي اختياري من نبتة الصبار. خلينا نبلش بالطبخ بما أنه حكينا كتير. اول شيء بناخذ الجلوتان الشوفان نحطه هون، بعدين بنحط الحليب، هلا بنخليهم شوي دقيقتين بس. قبل ما نخليهم دقيقتين شو لازم نضيف لهم؟ بنضيف لهم الموزة يا عزيزاتي. كمان فينا نحط شوي من الفريز، قطعتين فريز بتكفي حسب الرغبة، حسب عدد الأشخاص. مثل ما بقولكم دائما الأكل علي والمقادير عليكم. أوكي نخليهم شوي يتعقدوا مع بعض. بهي الأثناء خلينا نحضر عصير السبانخ. أيوة طبعا المفروض يكون عندك مثل هاي الماكينة حتى تقدري تعملي عصير السبانخ. هلا عزيزاتي هيك نحن بهي الطريقه حصلنا على مية السبانخ، حصلنا على الحديد، لكن خسرنا الالياف. لذلك فيكي تطالعي الالياف من هون بهي الطريقه. مثلا هدول الالياف فيكي تاخدي ملعقه صغيره وتحطيها بقلب العصير، لكن انا هاخذ ملعقه صغيره بعد ما احط الاناناس مشان تصير طعمته احلى. اوكي
حاول نهرس الموزة بقلب الشوفان تماما. بهاي الطريقة. نسينا اللبن، تحطيه بقلبه. نقطة صغيرة، ملعقة صغيرة بنحط بقلبه هاد وبقلب هاد، بنحركه. فعلا القرفة بتعدل سكر الدم، لاني هون حيكون فيه فواكه وسكريات، لذلك القرفة بحب كترها. هلا بحط اول طبقة قرفة وبعدين رح ارجع احط طبقة تانية، لكن قبل كل شيء خلينا نطبق الفواكه. انا بحب هذا التوت مجمد، بحسه هيك بيعطي مثل طعمة البوزة او الايس كريم اذا بتعرفوها، يعني بغير البوزة عندكم التلج، نحن عندنا البوزة هي الايس كريم. شوفوا الخيار إلكم، شو بدكم فواكه، شو متوافر عنكم فواكه فيكم تحطوا. ما عندكم حليب حطوا، ما عندكم حليب اللوز حطوا حليب الجوز، الجوز البندق، المي كمان بتصير. أهم شيء يكون في عندك شوفان وقرفة وموز، والباقي فيك تعدلي شو ما بدك. أنا ححط عليها مكسرات، وهذا كمان اختياري، فيك تحطي لوز. أنا بفضل اللوز، لو كان عندي لوز كان أفضل بكتير. تمام هيك. هون. بذر القرع مصدر مهم جدا للبروتين صبايا، جدا جدا جدا، يعني هي فعلا وجبة كاملة متكاملة. هلا بدي ارجع رش عليها شوية قرفة كمان، وهون شوية قرفة كمان. بدك جوز الهند احط لك ولا ما بدك؟ شوية جوز الهند، شوية جوز الهند. تمام يلا هلا اخر شيء الصوص. وهيك عزيزاتي وجبتنا جاهزه. ايوه عصير السبانخ اللي عملناه مع الاناناس والتفاح والكيوي رح فضيه هون. اذا سالتوني ليش، انا بحب ضيف معه حليب اللوز. ما عندك حليب اللوز حطي حليب عادي وجربي الطعمة، حاولي تكتشفي بنفسك. يعني هيك بحسه بيطلع فعلا كامل متكامل بكل الفيتامينات. حليب اللوز جدا رائع. حركيه بهي الطريقة، لا توسخي ملاعق. ايوه وهيك عزيزاتي وجبتنا لليوم جاهزة. شبكوا عجبكم الطبق، إذا عجبكم الطبق لا تنسوا تعملوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة جديدة. بحبكم كتير، شوفكم بعدين، باي.